وسنبقى محمد في أسواق المنطقة للحديث أكثر عن الأسواق الإماراتية تحديدا. تنضم إلينا من بيروت الزميلة ماري سالم، محللة مالية في الشرق للأخبار. صباح الخير لك دائما ماري. يعني وقت قصير ربما يفصلنا عن نهاية هذا العام، ما زلنا نتابع استمرار التباين بين مؤشرات الأسواق الإماراتية. لو تضعين أكثر في أجواء تحليلاتك بهذا الشأن وأبرز الأسهم التي ستلقين الضوء عليها. صباح الخير آلاء ويعطيكم ألف عافية. يعني فعلا من بعد الارتفاعات اللي شدناها الأسبوع الماضي اللي تخطت 1% على مؤشري سوق دبي وسوق أبو ظبي، اليوم نحن عم نشوف بعض التراجع اللي هي مثل ما ذكرت أنت من شوية أنه هي عمليات جني أرباح ولكن طفيفة، لأنه أحجام التداول ما زالت ضعيفة وبعدنا ببداية الجلسة. ولكن المفارقة عم بتكون أنه بالأداء السنوي تبع المؤشرين، العام الماضي كنا شهدنا ارتفاعات قوية على مؤشر سوق أبو ظبي، وهذه الصورة عم بتكون مغايرة بهذا العام. يعني عم نشوف ارتفاعات على مؤشر سوق دبي المالي بحدود 20% منذ بداية العام، بالوقت يعني التراجعات على مؤشر سوق أبو ظبي العام عم بيكون بحدود 7%. وإذا بدنا ناخذ الفادكس 15 اللي هو أبرز 15 شركة أو أكبر 15 شركة بسوق أبو ظبي، التراجعات عم توصل لحدود 9% اللي هي مستويات ما اعتدنا أن نشوفها تحديدا بسوق أبو ظبي بحكم حجم السوق. هلا الملفت كمان من ناحية أخرى هي أحجام التداول اللي كنا عم نشوفها خلال العام كله. إذا بنطلع على الرسم البياني حنلاقي إنه باللون الأزرق هو في عنا أحجام التداول تبع السوق أبو ظبي. خلال العام كله كانت أحجام التداول بسوق أبو ظبي أعلى من ما هي موجودة عليه بسوق دبي، باستثناء بعض الأيام اللي هي كانت ممكن عم تشهد فيها الأسواق زخم جدا قوي، ولكن الأحجام التداول دائما نحن بدنا ناخذ بعين الاعتبار أحجام السوقين. يعني إذا بدنا نحكي نحن عن القيم السوقية اللي موجودة بسوق دبي وسوق أبو ظبي، القيم السوقية تبع سوق أبو ظبي بتوصل لحدود 2.6 تريليون درهم، بالوقت اللي قيمة الأسهم اللي موجودة بسوق دبي المالي عند 567 مليار درهم. يعني عم نحكي عن 5 أضعاف الرقم اللي موجود أو عدد الأسهم اللي موجودة حتى بسوق دبي المالي. بس في شغلة جدا ملفتة إذا بنطلع عليها، هي قيم السوقية تبع السوقين بدأت بالارتفاع من عام 2020. يعني بدنا نقول من وقت الجائحة من بعدها بلشنا شفنا ازدهار بالأسواق الإماراتية بشكل عام، بغض النظر عن الارتفاعات أو التراجعات على المؤشرات بهذه النقطة. يعني نحن إذا بدنا ناخذ هيستوريكلي أو تاريخيا من 2006-2007 كان في عنا نوع من استقرار بالقيمة السوقية تبع السوقين لحديت العام 2020. يعني بدنا نقول من 2020 بلشنا نرجع نشوف انتعاش بالأسواق المالية، بلشنا نشوف إدراجات أولية بزخم بقلب السوق رفعت من قيمة السوقين لأكثر من 3 تريليون درهم، والارتفاعات بالقيمة السوقية تبع سوق دبي المالي وصلت ل 150%، بالوقت يلي سوق أبو ظبي ارتفعت القيمة السوقية تبعه بحدود ال 570%. هذه الارتفاعات منا بتجي عبثية، يعني بتجي من إقبال من المستثمرين، من دعم من شركات عم بتتم إدراجها بقلب الأسواق، وهي اللي بتساعد على استقرار المؤشرات الإماراتية إذا بدنا نقول بهذه المرحلة. هلا من ناحيه ثانيه اذا بدنا نجي نفصل الارتفاعات من وين كانت مدعومه، للاسواق الاماراتيه الدعم الاساسي فيها ما كان من القطاعات الحيويه او القطاعات الرئيسيه او حتى الاسهم الاكبر وزنا بقلب السوق. في عندنا 3 أسهم حفصلهم شوي هيك على السريع بين سوق دبي وسوق ابو ظبي، هن الاكثر ارتفاعا منذ بدايه العام. عندنا جلف نافيجيشن ارتفاعات خطت ال 400% منذ بدايه العام، مصرف عجمان 100%، واعمال التطوير يلي هي لها وزن بقلب المؤشر وكانت من الداعمين الأساسيين 62% ارتفاعات منذ بداية العام باستثناء جلسة اليوم. بسوق أبو ظبي الأسماء يمكن بعيد كتير عن اللي اعتدنا أنه نشوفهم. في عنا أبو ظبي الوطنية للفنادق، ذكرتيها من شوية لا، لأنه في عنا ارتفاعات عليها مستمرة اليوم بأحجام تداول جيدة، هي الأفضل الأكثر ارتفاعا منذ بداية العام 175% تقريبا. من بعدها في عنا الخليج للاستثمارات 113%، وراك بروبرتيز إذا بدنا نقول اعتدنا أن نشوفها بالقطاع العقاري 65%. الارتفاعات هيدول الأسهم بيدعموا الارتفاعات ولكن منا المحركات الأساسية بحكم الأوزان تبعهم بقلب المؤشرات. بعدنا عم ننطر تنشوف القطاعات الحيوية والقطاعات الرئيسية كيف حيكون تأثيرها على الأسواق، لأن نحن نعرف القطاع المصرفي والقطاع العقاري هن الأكثر شيء لهم تأثير بقلب المؤشرات الإماراتية تحديدا، وعم نشوف كان في تقلبات وتذبذبات. فهل حتستمر الدعم من هذه القطاعات ويساعد مؤشر سوق دبي المالي أنه يستمر
تستمر فوق مستوى ال 4000، ولا حنرجع نشوف بعض الضغوط في مكان معين، جني ارباح وغيرها قبل نهايه العام، وما نقدر ننجح نحافظ على هذه المستويات، ولكن الاداء المتباين حيستمر لنهايه العام، ما بقى فيه يعني عندنا فرص انه نعكس الصوره او نخلي الايجابيه تكون على جميع الاسواق الاماراتيه. صحيح، بلشنا العد العكسي ماري لنهايه هذا العام. شكرا لك دائما زميله ماري سالم، محلله الماليه في اقتصاد الشرق، على كل هذه المعلومات والتحليلات.